جدد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي تأكيده على أن قانون العدالة الانتقالية سيصدر قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني. وتوقع أن يصادق الرئيس عبد الرب منصور هادي على القانون بغضون أسبوعين أو 3 أسابيع بالكثير. وقال الوزير المخلافي أن القانون قد أحيل لرئيس الجمهورية من الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ولهذا لم يعد بإمكان أي طرف من الأطراف إعاقة صدوره، خاصة وأنه يحظى بدعم قوي من رعاة المبادرة الخليجية ومجلس الأمن الدولي. من المقرر أن تعقد اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني مؤتمرا صحفيا في القصر الجمهوري بعد غد السبت لتعلن فيه نتائج أعمالها الفنية قبل رفع تقريرها بذلك إلى رئيس الجمهورية الأسبوع القادم. وقالت ناطقة باسم اللجنة الفنية الأخت أمل البشا أن اللجنة ستعلن في المؤتمر الصحفي عن العدد النهائي المتفق عليه حول قوام المؤتمر الحوار الوطني، وكيف سيتم تقسيم العدد على حصص الأحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية كالحراك الجنوبي والحوثيين والحركات الشبابية والنساء ومؤسسات المجتمع المدني. قطع مسلحون يتبعون النائب البرلماني علي قعشة طريقا رئيسيا في محافظة إب في منطقة نقيل سمارة، وهو ذات الطريق الذي يربط بين محافظة إب والعاصمة صنعاء، بحجة المطالبة بالإفراج عن أحد مرافقي النائب قعشة. اعتقلته قوات الأمن أثناء القيام بحملة أمنية لملاحقة المطلوبين أمنيا ومنع حمل السلاح. عقدت الجمعية العمومية للهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة صباح اليوم اجتماعا لانتخاب هيئتها الإدارية، وقد فاز بعضوية الهيئة الدكتور محمد الأفندي رئيس لمجلس إدارة الهيئة، الأستاذ محمد المقطري نائبا للرئيس، الأستاذ عبد المجيد ياسين مقررا، الأستاذ محمد سميح عضو مجلس الإدارة ومديرا تنفيذيا للهيئة. التقى الرئيس عبد الرب منصور هادي بالمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، واستمع منه إلى نتائج حواراته في القاهرة مؤخرا مع عدد من القيادات الجنوبية. وفي اللقاء قال بن عمر إنه لمس تفهما طيبا من القيادات الجنوبية بشأن المشاركة في الحوار الوطني، على اعتبار أن الحوار وحده هو الأساس لصيانة الحقوق والحفاظ عليها وعلى أمن وسلامة واستقرار اليمن. من جانبه أكد الرئيس عبد الرب منصور هادي على أن ما يجمع اليمنيين أكبر وأهم مما يفرقهم، وأن الموضوع هو كيفية تدارك الموقف والعمل على إخراج اليمن من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية وتوفير الأجواء الملائمة للحوار الوطني الشامل الذي من شأنه حل كافة قضايا ومشاكل اليمن من صعدة إلى المهرة. مصادر مطلعة تؤكد أن المؤتمر الشعبي العام قد باع 51% من حصته في قناة وصحيفة اليمن اليوم وإذاعة FM لشركة أفشر التي تم تسجيلها في لبنان، دون علم رئيس الجمهورية أمين عام المؤتمر ولا قيادات المؤتمر الشعبي العام. وأفادت المصادر المطلعة لصحيفة الوسط الأسبوعية غضب رئيس الجمهورية عندما علم بعملية البيع وكلف لجنة للتأكد. من جهته أكد قائد الحرس الجمهوري عملية البيع التي تمت، واعتبر مراقبون أن عملية البيع القصد منها تملك رئيس المؤتمر وعائلته النصيب الأوفر من هذه الوسائل وبناء إمبراطورية إعلامية خاصة بعيدا عن المؤتمر الشعبي العام وسياسته. سقطت سيارة نوع صالون من مرتفع شهق في محافظة حجة وكانت ممتلئة بأكثر من 25 امرأة، توفيت منهن 12 امرأة وأصبنا 14 إصابتهن خطرة. وقد وقع حادث سقوط السيارة وهي في طريقها من بلدة جبل حرام إلى منطقة الأمرور، وهي تحمل نساء للمشاركة في حفل عرس كان محدد إقامته اليوم الخميس، إلا أن الحمولة الزائدة من الركاب في السيارة أدت إلى انقلابها ثم سقوطها من المرتفع العالي ووفاة ذلك العدد الكبير من النساء في حادثة هي الأولى من نوعها في اليمن.
أخفى النظام السابق مبالغ التعويضات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لذوي ضحايا مجزرة المعجلة بمحافظة أبين الذين قتلوا جراء غارة أمريكية نهاية 2009 في محافظة أبين. وقالت صحيفة أخبار اليوم إنها حصلت على معلومات تؤكد زيارة مسؤول أمريكي بعد أسابيع من المجزرة، وسلم السلطات اليمنية شيكا بمبالغ التعويضات، وبحيث يحصل أهالي كل قتيل على $1,000,000. وقد تم كتابة اسم أحد أقرباء الرئيس المخلوع على الشيك. الجدير بالإشارة إلى أن عدد القتلى 45 شخصا، يفترض أنهم قد حصلوا على 45 مليون دولار، ولكنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن، فيما اقترح مجلس النواب بتسليم 5 ملايين ريال لكل أسرة قتيل آنذاك، وهو ما رفضه أهالي الضحايا.